أحد مقاصد إنزال القرآن الكريم أن يكون بشارة للمسلمين، ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول أيضا جل في علاه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. بشارات القرآن جمة، ومن البشارات التي ارتبطت بكتاب الله الكريم ما أعد الله لأهل القرآن من قارئيه وحفاظه ومتدبريه من أجور عظام وكرامات تتنافس لها القلوب المؤمنة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله في الصحيح أيضا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومثله أيضا قوله صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقوله أيضا صلوات الله وسلامه عليه: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هي بشارات إذن أرادها الله أن تكون محفوفة بكتابه العظيم لكل من أقبل واستقبل بقلبه فأقام حياته على كتاب الله الكريم. فهلموا أمة القرآن واغترفوا من بشارات القرآن العظيم.